أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف نقوم بتناول موضوعات الأسبوع السادس عشر لرواية ست الكل ولمادة اللغة والأدب. فأهلا وسهلا بكم طلابي وأحبائي طلاب الصف السادس. عزيزي الطالب، أبدأ بذكر أهداف الدرس. أولاً، أن يجيب الطالب عن أسئلة الكتيب ويدونها. ثانياً، أن يفسر الطالب المفردات والتركيب الواردة في النص. وثالثاً، أن يستخلص العبرة المستفادة من هذا النص. السؤال الأول، وضح دلالة العبارة الآتية: كان بيت أبي صالح لا يفرغ تماما من الزوار والأقارب والأصدقاء والمعارف. أن أبا صالح كان مضيافا محبوبا، وكان الناس يزورونه بكثرة. السؤال الثاني، استدل بعبارة على الارتباط الوثيق بين أبي أحمد ووالد يسرى: كان أبو صالح ينتظر زيارة صديقه على أحر من الجمر. هو صديقه منذ أيام الطفولة، كان يلعب معه كرة القدم في حارات غزة، وعلى مر السنين شاركه أفراحه ووقف بجانبه في كل المحن التي أصابته. وأيضاً عزيزي الطالب، في هذا الأسبوع سوف نتناول وصف الشخصيات في الرواية ونقوم بتحليلها وكتابة تحليل لشخصية أدبية. تتطلب كتابة تحليل الشخصيات الأدبية قراءة متعمقة للعمل الأدبي مع الانتباه لما يكشفه المؤلف عن الشخصية من خلال الحوار والسرد والحبكة. يكتب الناقد عن دور كل شخصية في العمل الأدبي، فالبطل هو الشخصية الأهم، في حين تسمى الشخصية التي تلعب دور هناك شخصية تلعب دور الشرير مع الخصم تسمى مع البطل تسمى الخصم. وأيضا عزيزي الطالب، في هذا الأسبوع سوف نتناول المشاعر والانفعالات والعواطف التي ظهرت على هذه الشخصيات الواردة في رواية ست الكل. سنقوم بتوثيق هذه العواطف وإعطاء أدلة وردت في الرواية والانفعالات. أيضا عزيزي الطالب، في هذا الأسبوع سوف نقوم بكتابة فقرة تمليها عليك المعلمة، لذلك عليك مراجعة القواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا حتى لا تقع عزيزي الطالب في الخطأ، وتنتبه دائما إلى معايير الكتابة الإملائية. كذلك الآن سنقوم بتحليل شخصية يسرى وتحليل شخصيتين أخرى وردا في الرواية. سنقوم بتحليل هذه الشخصية وبيان الملامح النفسية والشكلية التي ظهرت على هذه الشخصية في الرواية منذ الجزء الأول إلى الجزء الخامس من الرواية. أيضا عزيزي الطالب، سوف نقوم بإجراء اختبار قراءة لصفحات من رواية ست الكل، لذلك عزيزي الطالب عليك دائما الانتباه إلى معايير القراءة الجهرية وأن تقرأ بوضوح وتراعي التنغيم الصوتي أثناء قراءتك. أيضا عزيزي الطالب، سوف نتناول القاعدة الإملائية والتي بعنوان ألف تنوين النصب. ستقوم بتطبيق ومعرفة متى تكتب ألف تنوين النصب، وبالتالي ستقوم بتطبيق هذه القاعدة من خلال التدريبات التي سيتم إعطائها
للطلبة من خلال استراتيجيات متنوعة ستعمل هذه الاستراتيجيات على ترسيخ القاعدة أكثر في ذهن الطالب، وأيضاً سنقوم بمراجعة بعض القواعد النحوية التي تم التطرق إليها سابقاً مثل قاعدة كان وأخواتها وإنا وأخواتها. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع السادس عشر. شكرا لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.